ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا ياسمين عبيد، ايفنز اوفيشال ميك اب ارتست. النهارده عايزه اكلمكم عن انواع الكونسيلر الموجوده في ايفن، وايه الفرق ما بين الليكويد كونسيلرز والفرق ما بين الستيكي كونسيلرز او الكريمي كونسيلرز او اللي هما بيبقوا بالمنظر ده. عايزه اكلمكم عن الفرق ما بينهم واقول لكم كل حاجه فيهم ايه احسن استخدام ليها. كلهم ينفع نستخدمهم، بس هقول لكم ايه احسن استخدام لكل واحد فيهم. وبما ان ناس كتير سالتني ازاي نقدر نخبي الهالات السوداء اللي تحت العين، فانا هقول لكم. انا قلت لكم قبل كده ان احنا ممكن نستخدم دايما قبل الفاونديشن بتاعنا تحت عينينا هنا، وقبل الكونسيلر بنستخدم في الحته اللي هي تحت العين الغامقه دي حاجه يكون كونسيلر لونها فيها اورنجي او الوان برتقاليه تحت العين، لان دي بتعمل بالانس وتونينج للون البشره قبل ما نحط الكونسيلر عليها. وقلنا ان احنا ممكن نستبدل الكونسيلر ده بالليبستيك بتاع ايفن اللي هو المات ليبستيك اللي هو اسمه كورل فيفر، لان هو لونه شويه برتقاني، فده ممكن نكفر بيه بالراحه جدا تحت العين يعني بنحط بالفرشه او بالبيوتي بلندر تحت العين بعد الفاونديشن، سوري قبل الفاونديشن. بعد كده بنحط الفاونديشن وبنحط الكونسيلر عليه، فبالطريقه دي بيداري الهالات السوداء بالميك اب. اما ازاي نداري الهالات السوداء بطرق طبيعيه، ممكن نعمل خشوا على الانستجرام بتاعي ميك اب اندرسكور ياسمين عبيد، هحطه لكم في الكومنت. هتلاقوا فيديو محطوط فوائد المية والليمون بتعمل ايه للبشرة والاختلاف الالوان والديسكولوريشن والحاجات اللي بتطلع لنا في وشنا، حتى حب الشباب والبشرة الدهنية. كل اللي بتحتاجي تعمليه ان انتي بتحطي ليمونتين معاهم، بتخلطيهم في ازازة فاضية نظيفة معاهم مية او كوكونات ووتر اللي هي مية جوز الهند، وبترجيها جامد، وبالكوتن باد القطنه اللي هي المدوره بتمسحي بيها وشك وتستخدميها از تونر علشان تعالج الديسكولوريشن والحاجات اللي بتبقى موجوده في وشنا، وبالذات الاندر اي سيركلز والفسافيس والحاجات دي كلها. فخشوا على الانستجرام بتاعي ميك اب اندرسكور ياسمين عبيد، بصوا على الفيديو هتلاقوني كاتبه تحت كل الحاجات اللي هي مفيده بيها الميه والليمون. ده بالنسبة للطرق الطبيعية اللي ممكن نعالج بيها الهالات السوداء، عشان ناس كتير قوي سألتني في كومنتات على الفيديوز اللي فات. الفرق بقى ما بين الاتنين عندنا، الاول خليني اقول لكم ايه الحاجات الليكويد اللي عندنا وايه الحاجات الكريمي اللي عندنا عشان تبقوا عارفين. الحاجات الكريمي عندنا الجديد بتاع كولر ترند بتاع ايفن ده، شكله خلاص وهو بيبقى عامل كده زي الروج، اوكي. ومعانا منه درجتين هنا، اللي معايا دلوقتي ميديوم وفير، اوكي. وعندنا طبعا الليكويد عندنا في برضو بتاع كولر ترند اللي هم اسمهم كوركتر، ليكويد كوركتر، خلاص كونسيلر ده شكله في تيوب كده، اوكي، وبيبقى ليكويد خالص زيه زي الفاونديشن بالمنظر ده، اوكي. دول بتوع كولر ترند. وطبعا عندنا بتاع مارك ده هايل، اتس وان اوف ماي فيفرت كمان، وهو ليكويد خلاص، وده كوركتر وكوركتيف في نفس الوقت، يعني ممكن تصلحي بيه اي عيوب للبشره، هستخدميه از هايلايتر مفيش مشكله. وعندنا بتاع ايفن ترو اللي هم دول، وانا معايا هنا اللونين فيهم فير وميديوم من اللي هو بتاع ايفن ترو. خلوني اقول لكم بقى انا بالنسبه لي استخدام كل واحد ايه انا بفضله. طبعا احنا كلنا عارفين ان الكونسيلر بنحطه تحت عينينا عادي، وممكن نخبي بيه اي بلامشز او اي عيوب في البشره، بس انا مثلا بفضل اني استخدم الكريمي كونسيلرز اللي هي بتاعه كولر ترند على البلامشز او الحاجات اللي هي البشره، اختلافات الوان البشره، او لو في حبايه او حاجه من الحاجات دي، لان الكونسيستنسي بتاعه او الثبات بتاعه بيبقى اكتر من الليكويد. اما بالنسبه للليكويد انا بحب استخدمه تحت العين اكتر، او اعمل بيه برضو الهايلايتنج والحاجات دي، لانه بيبقى هو اخف في من جوه الماتيريال بتاعته، ليكويد بتاعه اخف لايتر عن
الكريمي فبيبقى احسن تحت العينين وبالذات في البشره الكبيره او المتقدمه في السن عشان بيبقى فيه تجاعيد كتير تحت العين بسبب تقدم العمر فبيبقى احسن الليكويد لان المنطقه دي بتبقى دلكت حساسه فالاحسن ان احنا نستخدم لها حاجات خفيفه زي الليكويد كونسيلر وبرده ممكن نخبي بيه البلامشز طبعا هنا مارك انا بستخدمه في كل حاجه بقى بستخدمه على الحبوب لو عندي اي ديسكولوريشن في وشي او عندي اي حاجه بغطيه بيها بعد الفاونديشن وبحطه كمان تحت العين وبعمل بيه هايلايتر فمارك انا اتس وان اوف ماي فيفرتس فانا بستخدمه على طول وكمان الكريمي ستيكس بتاعت كولر ترند هايله لتغطيه اي بلامشز عشان زي ما قلنا هو الكونسيستنسي بتاعته عاليه جدا والليكويد دول برده ممكن نستخدمهم تحت عينينا لانهم برده اخف على المنطقه اللي حوالين العينين دول كانوا الكونسيلرز اللي معانا طريقه استخدامهم عادي هنحطها بالفرشه ونعملهم نبدا نضغط كده تحت العينين بالبيوتي بلندر علشان يدخل كويس جوه المسام بتاعت جلدنا دول كانوا الكونسيلرز اللي معانا بليز جربوهم وقولوا لنا رايكم فيهم ايه سيبوا لنا كومنتس وقولوا لنا لو عجبوكوا او لا وعرفتوا تستخدموهم زي ما قلنا ولا لا وبس وبليز ما تنسوش تخشوا على الانستجرام اكونت بتاعي makeup_yasmineebeid عشان تتشكوا الطريقه الطبيعيه للهالات السوداء الناس اللي كانت بتسالني المايه والليمون مفيده جدا للبشره كانك بتحطي فيتامين سي على وشك يعني فهو حاجه طبيعيه ومفيده جدا للوش بس كده ده كان الفيديو بتاعنا سريع وهوب انه يكون كان مفيد بالنسبه لكم سيبوا لنا اي كومنتس محتاجين تعرفوها تاني وهنستناكم في الفيديو الجاي كنت معاكم ياسمين عبيد وايفن